مساء الخير عليكم. هتكلم معاكم النهارده ازاي الحق القط بتاعي اوقفه له الترجيع واخليه ان هو ما يرجعش، لان في ناس كتير بتيجي تقول انا القط بتاعي بيرجع كذا مره ومش عارف اوقف له الترجيع ازاي، وبيبقى همدان وطبعا بيبقى كسلان، فطبعا بيصعب علينا وبنبقى مش عارفين نتصرف ازاي. في الحاله دي لما الاقي القط بتاعي بيرجع اجيب له على طول حقنه انتودين وبرين برين، نص سنتي للقطط الصغيره وسنتي للقطط الكبيره. هعرفكم، بس ده طبعا ده في سرنجه ودي في سرنجه، يعني الاثنين ما تخلطوش على بعض ونحطهم في سرنجه واحده، لا دي الواحده ودي الواحده. طيب احنا ازاي نضرب حقنه للقط تحت الجلد؟ هعرفكم ازاي الطريقه. اهي الطريقه، اهي هنجيب القط اهو ونوقفه كده اهو، ونيجي عند الكتف بتاعه ونرفع الجلده لفوق، وبعد كده هنجيب السرنجه، اهي السرنجه، اهي اهي السرنجه، وهنوقف كده شويه. جاكي استنى، اهي نوقفه كده اهو، ونرفع تاني الجلد اهو. استني جاكي، جاكي استنى، معلش معلش معلش، وهنرفعها لفوق كده اهو كده، وهنبتدي ان احنا نقوم ندي السرنجه دي، لازم تكون بخط مستقيم تخش في نص الجلده كده اهو، تخش في نص الجلدة. شايفين اهي، ارفع الجلدة لفوق هتظهر لي مثلث، هيظهر عندي مثلث، انا مش عارفة اذا كان واضح ولا لا، اهو هيظهر مثلث. لما اجي ارفع الجلد اقوم اخد السرنجة دي بخط مستقيم ادخلها في النص المثلث ده، واقوم اضربها على طول في ايه، في الجلدة. طيب لو انا عندي قط عصبي وعايزة بسرعة اديله ياخد الدواء او ياكل، اعمل ايه؟ هنجيب فوطة كبيرة او قماشة كبيرة واكتف بيها القط اهو كده اهو. استني جاكي، جاكي اصل هو خايف، لان حصل له قبل كده فهو خايف، اهي كده اهو نكتفه، معلش يا جاكي اهو، كتفه كويس اهو، معلش اهو، وما يظهرش قدامي اهو، نكتفه كويس بالفوطه اهي او بالقماشه على حسب اللي عندي، واقوم بظهره كده، من ظهره اقوم افتح بقه كده اهو، هو يفضل لما يكون في حد يبقى معاك احسن اهو، واقوم ارفع له دماغه لفوق اهو، وافتح بقه بصبعي كده اهو، وابتدي ان انا اديله الحقنه او اديله السرنج، يعني اللي كان فيها اكل ان كان اكل او دواء. خلاص معلش، انا اسفه معلش. ده بالنسبه لحيث لما يكون عندي قط عايزه اكله واديله الدواء، وهو قط عصبي ومش بعرف اتحكم فيه. في حاجه كمان ان انا كنت عايزه اقولها، ان انا بعد ما انا بديله الحقنه بتاعه الترجيع بستنى ساعه او نص ساعه وابتدي ان انا اقدم له الاكل. اكل خلاص ماشي، ما اكلش بديله غصب عنه الاكل بتاعه. لقيته انه رجع، بس طبعا لازم الاكل يكون سايل، لان انا هديها له في سرنجه فلازم يكون سايل شويه، فابتدي ان انا اديها له. رجع يبقى لازم يروح عند الدكتور، لان في الحاله دي ممكن يكون عنده فيروس ولازم يتلحق على طول. في نقطه تانية كنت عايزه اوضحها، اذا كنت انا بنزل فيديوهات بان انا اعرف الناس الادويه، وان انا اعرف زي الفيديو ده دلوقتي اعرف ازاي نضرب حقن للقطط، ده مش معناه ان انا لاقي الدكتور او ان انا باجي اقول يا جماعه لا الدكاتره اركنوها على جنب وخليكم معايا انا وانا هقول لكم الطريقه واستغنى عن الدكاتره، لا انا مش عامله الفيديو ده عشان كده، او ان انا بعمل فيديوهات عشان كده، لا انا بعمل كده لان في ناس فعلا بجد بتبقى مش عارفه تتصرف ازاي لما القط بتاعها بيتعب، ما بيكونش في دكاتره جنبيها، ما فيش حد تقدر ان هي تلجا له بسرعه. فانا بقول الحاجات دي علشان اسعف القط، كل هدفي ان انا اسعف القطط، لان انا حسب خبرتي ان القطط ما بتستحملش، وخصوصا القطط الصغيره. فاذا كنت انا بعمل كده فبعمل بهدف ان انا انقذ قطه من اي وجع ومن اي حاجه، لان هي ما بيعرفوش ينطقوا ولا ان هم يقولوا هم تعبانين من ايه، انت اللي بتكتشف الموضوع ده. فانا بحاول ان انا اساعد المربي على ان هو يخفف الوجع من القط بتاعه. واتمنى ان انا ما اكونش ضايقتكم في حاجه، وربنا يكون معاكم. شكرا.